مشاهدينا الكرام مساء الخير. راهبات معلولة خطفنا اليوم كل الأضواء في زمن الصوم الكبير، وبعد أيام الخطف الطويلة ودرب جلجلة مشتها راهبات معلولة. كان هذا المساء ضوء على شكل قيامة من أيام سوداء عشناها بعيدا عن ديرهن وكنيستهن. راهبات معلولة صوب الحرية، ويبقى المطرانان يوحنا إبراهيم ويوحنا اليازجي على أمل أن يكون تحريرهما قريبا. وبعيدا عن قضية راهبات معلولة، تبقى العناوين السياسية تدور في فلك البيان الوزاري وانتظار جلسة الثلاثاء. في حلقة الليلة من الأسبوع في ساعة، طبعا الحدث يفرض نفسه تحرير راهبات معلولة، العنوان الرئيسي الذي طبع هذا اليوم بأيام بساعاته ودقائقه وثوانيه وبنهاره ومسائه. أيضا هناك موضوع البيان الوزاري وإمكانية التوافق أو ربما الوصول إلى حكومة مستقيلة مع وزير العمل وعضو لجنة صياغة البيان الوزير سجعان الأزي. في القسم الثاني من الحلقة، ظاهرة الانتحاريين كيف وصلت إلى لبنان، لماذا انتشرت وكيف يمكن الحد منها، مع الدكتور أحمد مصلي، دكتور طلال عتريسي من عمان، الخبير في الجماعات الإسلامية حسن أبو هنية، وأيضا مداخلة من الشيخ بلال بارودي. وفي الجزء الثالث من هذه الحلقة، يوم المرأة العالمي، ماذا عن قانون العنف الأسري وعن مشاركة المرأة في الحياة السياسية، مع السيدة حياة إرسلان، إضافة إلى شهادة من سيدة معنفة ومشاركة لسماح الحكيم بمبادرة أف شو لذيذ. وأيضا في عيد الأبجدية ريبورتاج خاص بالمناسبة، هذا العيد الذي يصادف في 11 من أذار. ولكن قبل الدخول في كل هذه العناوين، العنوان الأساسي الذي يفرض نفسه راهبات معلولة. أنتقل مباشرة إلى الحدود اللبنانية السورية مع الزميلة نانسي السبع. نانسي، من جديد مساء الخير. مساء الخير جورج. طبعا نحن بانتظار ربما بين دقيقة وأخرى، أو ربما في هذه الأثناء نحن عم نحكي، يكونوا وصلوا الراهبات. ماذا لديك من معطيات في هذه اللحظة؟ نعم يعني جورج، في وقت ما زالت تتريث بعض الجهات الأمنية في الإعلان عن وصول راهبات معلولة إلى تحديدا نقطة المصنع، كل الأجواء هنا في جديدة يابوس تحديدا وكل المعلومات تشير بأن الراهبات بتن على مقربة من نقطة المصنع اللبنانية وهن في طريقهن إلى هنا إلى جديدة يابوس. حتى أنه في المشهد جورج كما تشاهد فتح باب قاعة الشرف هنا في جديدة يابوس، وحتى خرج رجال الدين وعدد من المطارنة ورجال الدين المتواجدين داخل القاعة في إشارة لاستقبال الراهبات المحررات اللواتي من المفترض أن يصلن بعد وقت قليل جدا وإلى هنا إلى جديدة يابوس. ويعني هذه ستكون النقطة الأولى يمكن القول في رحلتهن وفي رحلة عودتهن إلى سوريا تحديدا، بعد أن كنا في منطقة يبرود وفي جرود منطقة يبرود برود، ليعودنا مجددا إلى مكان آمن في سوريا وإلى أديرتهن ريثما ينزل. نانسي، أعتقد أننا نحن نشاهد على الهواء مباشرة موكب يتضمن العديد من السيارات، وأعتقد ربما هو موكب الراهبات. هذا هو الموكب الراهبات المتوجه فعلا من المصنع باتجاه جديدة يابوس. هذا الموكب انطلق من المصنع، أيضا يرافق الراهبات المحررات اللواء عباس إبراهيم، وهذا الموكب في طريقه إلى هنا إلى جديدة يابوس. نعم وهو في طريقه إلى هنا إلى جديدة يابوس، حيث سيستقبله محافظ ريف دمشق حسين مخلوف، إضافة إلى الأدب لوكا الخوري وعدد كبير من رجال الدين، وأيضا مفتي دمشق من الحاضرين هنا، وعدد من رجال الدين من مختلف الطوائف والمذاهب حضروا إلى جديدة يابوس ليكون الاستقبال الرسمي هنا، كون يعني الجهة الراعية لعملية الإفراج عن الراهبات هي السلطات السورية، وذلك بمعاونة وبإجراء مفاوضات طويلة تكلف بها وقام بها اللواء عباس إبراهيم من الجانب اللبناني. نعم.
كان قد كلف بهذا الملف بعد نجاحه في إيصال مخطوفي أعزاز إلى محرري أعزاز وعودتهم إلى لبنان. هو استلم هذا الملف على أن يبقى هنالك ملف عالق من ضمن ملفات الخطف التي يعني بدأت ملف مع المطرانين السنية. المطرانين المخطوفين المطرانين اليازجي والإبراهيم. نعم نانسي، يمكن القول أن هنالك تدابير لوجستية معينة أدت إلى التأخير، يعني كان هنالك أجواء تقول أنه عند الساعة 7 مساء قد تصل الراهبات، أيضا كان الحديث ربما عند الساعة 8. التأخير حتى هذه الساعة هل مرده إلى سبب جوهري أم هناك تدابير وأمور لوجستية تأخذ مكانها؟ بحسب معلوماتي جورج يعني لم يكن هنالك عقبة كبيرة يعني، وإلا لما كانت تمت هذه العملية. الحديث عن تدابير لوجستية، البعض يتحدث عن يعني ربما الوضع الصحي للراهبات نتيجة مشقة الطريق التي تم اقتيادهن فيها، ربما لأن هنالك حديث عن أن إحدى الراهبات هي في وضع صحي قد تكون حرج. وأيضا في بعض المعلومات التي تحدثت عن تعسر الأمور بسبب أن الأمور تعسرت بسبب عراقيل معينة ظهرت في هذه اللحظات الأخيرة. جورج؟ نعم، إذا نحن بين لحظة وأخرى أو بين دقيقة وأخرى بانتظار وصول راهبات معلولة إلى نقطة جديدة يابوس، حيث سيكون في استقبالهن عدد كبير كما سبق وذكرتي من رجال الدين ومن الناس أيضا المتواجدين كما هناك. نشاهد جورج الأب لوقا الخوري الآن يعني خرج لي يعني في إشارة لافتة إلى قرب الوصول الراهبات. ربما تستطيعين أخذ. لم أستطع جورج، حاولت فعلا أن أصل إليه لكن لم أستطع، يعني في طوق أمني وذلك احتراما لكي يتم تأمين الوصول يعني الوصول نعم. الراهبات ومنعا لأي يعني تدافع نعم. يتم كون هنالك كما ذكرت. على كل حال كما ذكرت عم بتقلي الزميلة ميان صبح انه هلأ كانت من لحظات عم تحكي عبر الهاتف مع المطران لوقا الخوري وقال انه هو بانتظار وصول الراهبات، يعني ليس هنالك من شيء جديد، ما عنده اي شيء جديد في هذه اللحظات، فقط هو بانتظار وصول الراهبات إلى النقطة المتواجدين يعني فيها. هي الكلمة الأساس، هي الكلمة الأساس جورج التي يرددها كل الشخصيات الموجودة الآن هنا، تقول أنه الآن الوقت هو للراهبات، هن يعني نحن قد نكون انتظرنا 100 دقيقة لكن هن انتظرنا 100 يوم يعني في الاعتقال وفي الأسر وانتظرونا حتى نحررهن، يعني اليوم الكلام سيكون ننسي. لهن فقط ننسي. نعم ربما هنالك يعني بعض المعلومات التي تفيد بأن هنالك تعثر ما حصل في هذه العملية، يعني كما تصلني بعض المعلومات بأن هنالك تعثرا ما حدث في عملية تحرير الراهبات. شكرا لك نانسي، في حال وجود المزيد من المعلومات أو من التفاصيل سنعاود الاتصال بك والإطلالة معك مباشرة من جديدة يابوس. إذن ربما هنالك معلومات عديدة، معلومات متضاربة في هذا الشأن ما له علاقة بموضوع تحرير الراهبات المختطفات، وكما سبق وذكرت هنالك معلومة وردت منذ بعض الوقت أن تعثرا ما حدث في هذه اللحظات فيما يخص عملية إطلاق سراح الراهبات معلولة المختطفات. سأتوقف الآن مع فاصل إعلاني ثم أعود مباشرة إلى متابعة سياق هذه الحلقة مع وزير العمل سجعان الأزي حول موضوع البيان الوزاري، وعلى أمل في حال وجود معلومات جديدة فيما يخص موضوع راهبات معلولة سنعود مباشرة مع الزميلة نانسي السبع من جديدة يابوس. نتابع إذن مشاهدينا وأنتقل مباشرة إلى وزير العمل في الحكومة سجعان الأزي. مساء الخير معالي الوزير. مساء الخير استاذ جورج.
أهلا وسهلا فيك، هذه الإطلالة الأولى لك كوزير في هذا البرنامج، فعلى أمل أن يكون لنا معك حلقة كاملة لها علاقة بملفات وزارة العمل وكل الأمور المتعلقة في السياسة العمالية والعناوين السياسية في البلد بعد نيل الحكومة الثقة وبعد إنجاز البيان الوزاري إذا رح ينجز. قبل أن أدخل معك في تفاصيل البيان الوزاري، ماذا تقول اليوم في موضوع، يعني العنوان الأساسي هو في هذا النهار موضوع راهبات معلولة، والأخبار تتوالى، البعض منها تحدث منذ قليل عن تعثر ما أصاب عملية إطلاق الراهبات، ماذا تقول في هذا الإطار قبل أن ندخل في موضوع البيان الوزاري؟ الإطلالة على التلفزيون الجديد لأول مرة معك إطلالة سعيدة، خاصة إذا تمت كل فصول الإفراج عن الراهبات المعتقلات والمخطوفات، وأتمنى أن تتم هذه العملية في الدقائق المقبلة، لأنه هالعملية هيدي منا بنت ساعتها، هيدي نتيجة اتصالات طويلة اشترك فيها الفاتيكان ودولة قطر ودول أوروبية معينة ودول عربية، بالإضافة طبعا إلى الجهود اللي بذلتها السلطات اللبنانية وخاصة السلطات الأمنية ومدير عام الأمن العام، طبعا كله بإشراف وزير الداخلية حاليا الوزير نهاد المشنوق ودولة الرئيس تمام سلام، وخاصة فخامة الرئيس ميشيل سليمان يلي اليوم بعتقد ما رح يكون غايب عن هالحدث المهم. وهالإفراج هيدا انت بتعرف انه قضية الراهبات شغلتنا طوال الأشهر الماضية، وكل القادة اللبنانيين اهتموا بالموضوع، لأنه هالقضية هي قضية ما لها علاقة بالثورة ولا بالنظام لا بتغيير الأنظمة ولا بتغيير المجتمعات، إنما هي قضية إنسانية. وأنا اليوم سعيد أنه سعيد جدا، وهذا يوم فرح عظيم إذا تمت بعد دقائق، وأنه ينتقلوا إلى الأراضي اللبنانية إلى المصنع، لأنه اليوم لا تزالن بالأراضي السورية بانتظار انتقال إلى لبنان. نعم. وهذا أمر مهم. نعم. جدا. إذن معالي الوزير، نحن بالانتظار، يعني سنتابع تفاصيل هذا الأمر، وما إذا كان ستنتهي الأمور على خير كما نتمنى، أم أن فعلا تعثرا ما أصاب هذه العملية في دقائقها الأخيرة. سأنتقل معك معالي الوزير. أتمنى استاذ جورج أن لا يحصل تعثر، لأنه وأشك بذلك إلا إذا بالفعل صار في تطورات خارجي عن الذي كان مصمما، لأنه في دول كبرى دخلت بهالعملية هيدي، وكل شيء كان جاهز إن من ناحية مطالب الخاطفين أو مطالب النظام السوري، كل شيء تم إنجازه وتم توفيره معنويا وماديا وسياسيا وأمنيا لتتم هالعملية. وبهالإطار هيدا اسمح لي أقول لك، وكليتنا يمكن عندنا هالشعور، أنه هالدور يلي لعبته كل الدول في الإفراج عن راهبات مسيحيات هيدا بأكد على أهمية تعلق الشرق والمسلمين أيضا بالوجود المسيحي، وبالتالي هيدا بيلقي علينا كمسيحيين دور أساسي أن نكون حاضرين في حركة الشعوب، في حركة السيادة والاستقلال، في حركة التغيير، في حركة الحرية والديمقراطية، لأنه اليوم هالالتفاف العالمي واللبناني والعربي والإسلامي، إن كان الإسلام المعتدل أو الإسلام المتطرف حول هالقضية هاي لتسهيل حصولها، يؤكد على أنه المسيحيين لهم وجود خاص في هذا الشرق. نعم. ودور لازم يكون خاص وملتصق بهموم وقضايا شعبه. نعم. معالي الوزير، طبعا سنتابع في سياق هذه الحلقة تطورات هذا الملف وهذا الموضوع، سأنتقل معك إلى موضوع البيان الوزاري. قبل الدخول ببعض التفاصيل المتعلقة بهذا البيان، شو قصة المبادرة يلي نهار الجمعة يعني الكل تحدث عنها، أنه الوزير سجعان الأزي رايح على اجتماع لجنة البيان وبإيده مبادرة، وإذ طلع أنه
ما في مبادرة. ليش هالإشاعة اللي كانت؟ شو قصتها؟ أولا نتمنى أنه يتم الإفراج عن البيان الوزاري مثل ما رح يتم الإفراج عن راهبات معلولة، ولكن الإفراج عن ليكون بدكم وساطة ساعتها إذا هيك، ليكون بدكم وساطة من اللواء عباس إبراهيم ومن الدول الخارجية من كل هالمنطقة. لا بتمنى في فصل استاذ جورج بالسلطات ما بين السلطات الأمنية والسلطات الإجرائية والتنفيذية والتشريعية، ولكن بتمنى إنه الإفراج عن البيان الوزاري يكون نتيجة قرار لبناني واتصالات بين القوى اللبنانية، ولا يحتاج إلى تدخل أي دول خارجية، علما أنه نحن نرحب بأي مسعى وبأي مساعدة بتقدمها أي دولة من أجل الحفاظ على استقلال واستقرار لبنان. أما بالنسبة لموضوع المبادرة، الطرح اللي كان الذي قيل أني أحمله إلى جلسة لجنة البيان الوزاري، أولا كل ما يمكن أن أحمله هو ما يقرره حزب الكتائب، وتحديدا رئيس الحزب فخامة الرئيس الشيخ أمين جميل، وصار في حديث حول ضرورة أنه الكتائب يكون عندها دور في إيجاد المخرج لمأزق البيان الوزاري، وكان في عنا كحزب كتائب عدة صياغ وعند غيرنا عدة صياغ. يمكن بعض أصدقائي الصحفيين عرفوا أنه بالطرح يلي ممكن أدمه أنا، ولكن باجتماع نهار الجمعة يلي هو كان كناية عن لقاء أكثر مما كان اجتماع، وكان كناية عن لجنة أمنية أكثر ما كان كناية عن اجتماع صياغة بسبب خطف الطفل، الخطف اللي عم بتصير بالبقاع ميشيل صقر. نعم، فبهالاجتمااع هيدا صار في تداول بكيفية الخروج من المأزق. وتكملة لسؤالك حول مبادرة الرئيس الحريري اللي قلت لي عنها، أنا بعتقد أنه تصوير جمود خروج البيان الوزاري من المأزق وكأنه متعلق بمبادرة يتخذها الرئيس سعد الحريري، وكأن عم نحمل مسؤولية عرقلة البيان الوزاري للرئيس سعد الحريري. لا بس بهالإطار الرئيس سعد الحريري، نعم، وكل قوى 14 أدار تعمل لتسهيل حصول بيان وزاري وانطلاقة الحكومة. بس بهالإطار معالي الوزير، يعني الكل ينتظر جلسة الثلاثاء، ونحن بعد عنا يعني ابتداء من اليوم بعد في 7 أيام فقط يعني لانقضاء مهلة 30 يوما لإقرار البيان الوزاري، يعني قبل 7 أيام من انقضاء هذه المهلة وبانتظار اجتماع الثلاثة، عم ينحكى عن تحرك للرئيس الحريري أو مبادرة، وعم ينحكى عن مجموعة اتصالات خارجية وإقليمية ومحلية وإلى ما هنالك. يعني ماذا تنتظرون من هلأ للثلاثة؟ شو اللي ممكن يبين؟ إذا سمحت لي جاوب، وبتمنى انه ما نقدر ما نقطع الحديث انت وانا الا اذا حصل شيء على لا. صعيد الراهبات، لانه هالسؤال يتضمن عدة نقاط. الاولى، لا اعتقد انه من يبحث عن بسط سلطة الدولة هو بيكون العقدة، ومن يبحث عن الحفاظ عن استقلالية عن الدولة بيكون هو الحل. نحن كل الطروحات اللي عملناها بحزب الكتائب من قبل تيار المستقبل، من قبل كل قوى 14 أدار وغيرنا كمان، كانت عم بتصب بإطار أن يكون كل ما يرد في البيان الوزاري تحت سقف السلطة اللبنانية. ما كنا عم نطرح مطالب 14 أدار أو أحزاب 14 أدار أو كتلة أو شخصياتها، ما كنا عم نطلب فورا نزع السلاح وحل موضوع سلاح حزب الله، ما كنا عم نطلب أبدا ببرنامج انسحاب العناصر حزب الله من سوريا، كنا عم نطلب ما يفترض أن يكون حسب منطوق الدولة والسلطة اللبنانية. ثانيا،
بالنسبة لإمكانية أنه الرئيس الحريري يطرح مبادرة، هذا الموضوع هو موضع تشاور بين كل قوى 14 أدار، بين الرئيس الحريري والرئيس أمين جميل مع الدكتور سمير جعجع مع الشيخ سامي جميل وغيرهم، ورح نشوف أي صيغة من هلأ للتنين حتى مش للتلاتة ممكن نتوصل إلى، وهالصيغة منشوف هل طرحها اليوم هل طرحها بيكون مفيد أم طرحها سيجهض إمكانية نجاحها، ومن سيطرح هذه الصيغة، هل نطرحها ككل أم نكلف أحد منا أنه يطرحها. كل هالقضايا هي موضع اتصالات ومشاورات، همنا أنه البيان الوزاري يخرج والحكومة يكون عندها الثقة تتكون كاملة الصلاحيات بهالمرحلة العاجقة بالتطورات والتحديات الأمنية. نعم. يلي أنت استاذ جورج غير خير ما عرفها. نعم معالي الوزير، تقول بعض المعطيات والمعلومات الصحفية أن الرئيس الحريري أبلغ المقربين منه بوجوب انتظار اللحظة المناسبة لأنه البيان الوزاري سيقر والحكومة ستنال الثقة، ولكن المصادر تقول أنه الرئيس الحريري يقصد باللحظة المناسبة ما له علاقة بمناخ إقليمي معين، بتواصل سعودي إيراني معين، له علاقة بدعوة ملكية للرئيس الإيراني لزيارة السعودية، وإلى ما هنالك من أمور إقليمية قد تنضج في هذين اليومين. ما رأيك بهذا الطرح؟ استاذ جورج، شفت انه اليوم خلينا ننطلق من الواقع الحدث الاخباري، مسألة اطلاق سراح الراهبات، يعني امبارحة او قلت امبارحة ما كان حدا عم بيظن انه ممكن هالافراج يتم، واذ بلحظة معينة تلاقت كل العناصر الايجابية وتلاشت كل العناصر السلبية وتم الافراج حسب ما هو متوقع عن الراهبات. بالنسبة للحكومة استمرت معلقة بعقد من طبيعية ومن اصطناعية طوال 10 أشهر، وإذ بين ليلي وضحاها تغيرت كل المعطيات وتم تأليف الحكومة. اليوم نحن أمام عقدة البيان الوزاري، أتمنى وهذا ما أتوقعه على الأقل أن ننجز هذا البيان الوزاري في وقت سريع. أما أنه نربط البيان الوزاري بالتطورات العالمية وبأوكرانيا وبالشرق الأوسط فهذا حرام وعيب. ثالثا أنا لا أرى أن هناك تطورات هامة يمكن أن تحصل ما بين اليوم 9 الشهر و 17 الشهر. نعم. المهلة الأخيرة لتقديم البيان الوزاري، فما بين إيران والدول 5+1 بعد عنا حوالي 4 أشهر تتبين النتائج. بمؤتمر جنيف المتعلق بسوريا عنا كمان أسابيع وأسابيع، ولكن على الخط السعودي الإيراني، على خط العلاقة السعودية الإيرانية، على الخط السعودي. نعم. الإيراني لا توجد معطيات جديدة بالنسبة للعلاقات السعودية الإيرانية، علما أننا نحن نتمنى أن يحصل تقارب سعودي إيراني نظرا لهالدور اللي إلى كل من إيران والسعودية في المنطقة. لا نستطيع أن نتجاهل دور السعودية في الخليج العربي وفي الشرق الأوسط عموما، وخاصة دور الإيجابي في لبنان. وبالمقابل لا نستطيع أن ننكر بأنه في دولة قوية بهالمنطقة هيدي عند دورة من حبة أو ما من حبة، إنما موجودة وعند تأثيرها السلبي أو الإيجابي اسمها إيران. ونتمنى أن يحصل تقارب إيراني سعودي يصب في مصلحة لبنان، ونتمنى على الدولة الإيرانية التي تنفتح على الغرب على أوروبا على أمريكا بشأن ملفها النووي أن تعكس هذا التقارب بينها وبين الغرب سياسة جديدة إيجابية عملية على الصعيد اللبناني، خاصة وأننا كأطراف لبنانيين مستعدون لفتح صفحة جديدة ولإقامة أفضل العلاقات في إطار السيادة والاستقلال واحترام الدستور. نعم. اللبناني وسلطة الدولة اللبنانية. معالي الوزير، تقول بالأمس بتصريح لك أنه لجنة البيان الوزاري ليست عاجزة ولكن ينقصها القرار السياسي،
من هو الذي يحجب هذا القرار السياسي؟ استاذ جورج، نحن لمن قررنا كحزب كتائب وكـ 14 أدار نفوت إلى الحكومة الجامعة التي لا تستثني أحد، ونجتمع مع حزب الله وكل قوى 14 أدار في الحكومة، معناتها مقررين أنه ما نعمل مشكل، معناتها مقررين أنه نفتح صفحة جديدة، أنه نفتح حوار، أنه تكون الحكومة وسيلة للتفاهم والاتفاق ولخلق أجواء تأمن انتخابات رئيس الجمهورية. وبالتالي نحن صدقني أثناء جلسات لجنة صياغة البيان الوزاري يلي هي كلها دون استثناء من أحلى الجلسات على صعيد الاحترام المتبادل والحضاري والثقافي والهدوء والمنطق، رغبنين أن نتوصل إلى حل، ولكن ما فيك تطلب منا نحن كقوى قدمت شهداء بهالسنوات الأخيرة من أجل بناء الدولة اللبنانية أنه نقبل بأي شيء خارج إطار سلطة الدولة. ليش ما الآخرين ما بس يا معالي الوزير، مسؤولية الدولة يا معالي الوزير، بس كمان المقاومة قدمت شهداء لتحرير لبنان، المقاومة قدمت شهداء لاسترجاع أراضي لبنانية كمان، فكيف بدهم بالمقابل كمان يكونوا مطمئنين إلى صيغة ما بالوقت اللي حاسين إنه في استهداف لهذه الصيغة التي تحمي المقاومة؟ استاذ جورج، حديثك صحيح 100%، ونحن نحترم شهداء حزب الله، ونعرف أنه حزب الله كان عنده دور أساسي سنة 2000 بتحرير الجنوب والبقاع الغربي، ولكن منذ حصول التحرير يفترض بحزب الله أن ينخرط في مشروع بناء الدولة وأن يضع كل قدراته تحت سلطة الدولة اللبنانية. أما إذا بدنا نعمل مقاومة مفتوحة بحجة أنه في عداء لإسرائيل وهيدا أمر مفروغ منه، أو بحجة أنه ما عندنا ثقة بالدولة أنها قادرة أنها تحمينا، فيني أقول لك أنه اليوم أمرين، بقول لك الأمر الأول أنه اليوم العداء لإسرائيل ليس هو الأولوية عند حزب الله، والدليل أنه وجه سلاحه اليوم من الجنوب اللبناني باتجاه إسرائيل معالي إلى الوزير. الأراضي السورية معالي الوزير. باتجاه القوى التكفيرية. لو بدي أقاطعك شوي بس خلينا نستمع إلى الأم أنياس مريم الصليب مباشرة من جدادة يابوس. ننطر وبنشوف، يلا نقل رد. بعد في بوادر تنشوف شو الحقيقة. سلبية ما بيّنت هلأ ما بعرف، أنا ما بدخل بالمفاوضات، بعرف فيني أقول وين الرهبة، عم جرب فتش وين الرهبة بس. أعطاك خبر يقين وينه؟ هني على أساس الساعة 6:30 تخطوا عرسين، أكتر من هيك نحنا ما بنعرف، بس هلأ نيلة حنجرب نعرف. غدر الأبلوكة ما بعرف، ما فيني أقول. آخر نقطة تم التوصل أنه هنا الموجودين هي وين؟ حسب المصادر عندي أنا، الرهبات تخطوا عرسيل بين 6:30، هيدا المصادر تبعيتي. وآخر تواصل معهم مين كان؟ ما في تواصل، بس تخطوا عرسيل ما بقى في تواصل. ما تواصلوا مع الأخير؟ لا أنا ما خصني، أنا مفاوضات قصص ما خصني، خصني سلامة الرهبات وينهم؟ هلأ بنشوف وينهم. شكراً. إذن مشاهدينا استمعنا إلى الأم أنياس مريم الصليب التي تحدثت مباشرة من جديدة يابوس، علما أنه المطران لوقا الخوري غادر المكان لا نعرف لماذا، وحسب آخر المعطيات والمعلومات أن تعثرا ما أصاب عملية إطلاق سراح الراهبات المختطفات، على أمل أن تتم حلحلة العقدة التي طرأت أو استجدت في اللحظات الأخيرة. أعود مجددا إلى وزير العمل سجعان أزي. من جديد معالي الوزير أعود إليك لأسألك
عن يعني كثير كلنا عارفين كثير منيح معالي الوزير، انتم عارفين والكل عارفين انه البيانات الوزاريه عاده للحكومات بتتناقش وبتنكتب وبصير في نقاش حولها واختيار للعبارات وللبنود والى اخره، وعلى اساسها تمثل الحكومات الى مجلس النواب لتنال الثقه، ثم بعد ذلك لا احد يعود يتذكر هذه البيانات او يعمل على اساسها او بموجبها. ف من هون يعني هل محرز كل هذا النقاش بالوقت اللي بنعرف كتير منيح إذا عبارة بالزيد عبارة بالناقص ما رح تأثر بالواقع الميداني؟ يعني استاذ جورج، أنا بتأسف أنه منذ أيام قليلة حتى اليوم تم تصوير صياغة البيان الوزاري وكأنها هي مسألة لغوية، وأنا سبق أنه قلت أنه اللغة لا تعوض عن المبدأ، والصياغة اللفظية لا تعوض عن الثوابت الوطنية. المسألة ليست مسألة عبارة بالزائد أو بالناقص، إنما مسألة مبادئ وطنية موجودة في الدستور اللبناني، وأي تلاعب في مبادئ موجودة في الدستور بتكون سابقة، وهيدي السابقة نحن حابين انه تكون غير موجودة في حكومة نحن موجودين فيها اليوم، خاصة بعد كل هالتطورات يلي صارت. انا اليوم كنت بلشت الحديث معك استاذ جورج قبل ما تاخذ الراهبة الاخت مريم، نعم. كنت عم بقلك انه اليوم اذا كانت المقاومة اخواننا بحزب الله مصرين على ذكرى في البيان الوزاري بحجة مواجهة إسرائيل، أنت بتعرف وهيدي منا تهمي، هيدي واقع أنه اليوم حزب الله وجه سلاحه نحو الوضع السوري داخليا وليس نحو الجنوب. ثانيا اليوم مواجهة إسرائيل ليست هي الأولوية عند حزب الله، إنما مكافحة الإرهاب، من دون ما أكون عم بكشف لك بعض مضمون النقاشات داخل اللجنة الوزارية. داخل اللجنة الوزارية لحظة بس خليني استوضح مع الوزير، داخل اللجنة الوزارية حضرتك فهمت من حزب الله أنه ما عاد محاربة إسرائيل أولوياتهم، إنما مكافحة الإرهاب هي الأولوية؟ لا أبدا. إذن أبدا استاذ جورج، أبدا. الوزير محمد فنيش ما قال هو هالكلام أبدا، ولكن أنا عم بقول لك انه عم نلاحظ من 2006 اولا ما في ولا عمليه مقاومتيه بالجنوب. اثنين، منذ بدات المعارك في سوريا حزب الله وجه قواته وسلاحه نحو الاراضي السوريه وليس نحو الجليل او نحو اسرائيل. تاليا كنت عم بقول لك قبل ما تسالني سؤالك الاخير، وانا بشكرك انك سالتني اياه حتى لما يفهم اني عم بأول الوزير فنيش شيء لم يقله. بإحدى الجلسات لبل بالجلسة الأولى طلب معالي الوزير فنيش انه البيان الوزاري انه الحكومة تعطي الأولوية للإرهاب، نعم، ونحن تضامننا ولبل هيدا كمان مطلبنا وقلنا انه الإرهاب هو الأولوية الأولى للحكومة بالمرحلة المقبلة. معناتها أنه اليوم في عنده حزب الله أولويتين قبل مقاومة إسرائيل بهالمرحلة، الأولوية الأولى هي الوضع السوري الداخلي، والأولوية الثانية هو الإرهاب التكفيري يلي عم يضرب الأراضي. بس يا معالي الوزير، وخاصة مناطق، نعم، حزب الله. بس بأدبيات وبعقيدة حزب الله وبسلوكياته وبسياسته وبتاريخه وبنضاله، محاربة إسرائيل هي أولوية الأولويات عنده، هيدا تحصيل حاصل مش بحاجة لإعادة التفكير فيه. يعني هيدي أولوية مكرسة وموجودة بغض النظر عن تبدل الظروف والمعطيات، أليس كذلك؟ استاذ جورج بغض النظر عن كل شيء، ما حدا ضد مقاومة إسرائيل وضد إعادة فلسطين إلى ما كانت عليه وتحرير ما بقي من أراضي لبنانية غير محررة، ولكن أنت بتعرف كمان نحن عنا مبادئ، نحن مقاومتنا عمرها 1400 سنة بهالمنطقة هيدي،
بينما مقاومات الآخرين شي عمره 10 سنين، شي عمره 20 سنة، شي 7 سنين، شي 8 سنين. إذا نحن بهمنا موضوع المقاومة كحق للشعوب إنه يذكر، ولكن لا نقبل بأي مقاومة للشعب اللبناني خارج إطار الدولة اللبنانية. أما إذا بدنا نقول الدولة عاجزة، أنا في قلك إنه نحن كمان كفريق لبناني، كما أقول فريق مسيحي، وكحزب كتائب تحديدا، نحن أكثر ناس تعذبنا ودفعنا ثمن عجز الدولة وغياب الدولة في السبعينات والثمانينات. ولكن رغم كل هالأمر هيدا، ما قلنا لمن صار في بداية عودة الدولة، ما قلنا إنه نحن بدنا نحافظ على سلاحنا. كلنا يجب أن نضع كل ما نملك من قدرات في خدمة الدولة، لأنه الدولة إذا كل فريق لبناني ما بده يوثق فيها وبده يعمل سلاح على حسابه وجيش على حسابه، رح تبقى عاجزة إلى الأبد. نعم. والأسلحة الموجودة بين عند كل فريق لبناني رح تتحول مع الوقت بفعل حتمية العلاقات إلى حرب أهلية بين الأطراف اللبنانية. معالي الوزير، نحن خرجنا من الحرب. نعم. نحن بنقدر كل يلي قاوموا، ومنقدر آخر مقاومة قام فيها حزب الله في الجنوب، ونحن اليوم يجب أن نلتقي كلنا حول الدولة اللبنانية. وأكثر من هيك رح أقول لك شغلي، أنه اليوم حزب الله إذا من ذكرت كلمة مقاومة أو الثلاثية في البيان الوزاري رح يمتنع عن البقاء في سوريا أو عن القيام بعمليات عسكرية، في حين إذا كان في بيان بيجمع الكل وبيشكل لإلنا سلاح نقدمه أمام المجتمع الدولي، هيدا بيخلي المجتمع الدولي يساعدنا أكثر، يدعمنا أكثر، يدعم الدولي مثل ما عم بيدعم الجيش اللبناني. ونحن اليوم بحاجة إلى استقرار، والاستقرار نعم. بحاجة لإله أيضا حزب الله، يلي نحن منؤمن إنه هو حزب يضم لبنانيين، ولبنانيين أدوا قسطهم في سبيل لبنان مثل ما الفئات الأخرى أدت قسطها بمراحل معينة في سبيل حرية واستقلال لبنان. في ختام الوقت أن نوضع نعم. كل السلاح جانبا ونمشي في بيان وزاري وفي حكومة جديدة وفي انتخابات رئاسية جديدة. في ختام هذا المحور معك معالي الوزير، سؤال أخير وأتمنى بشكل مختصر لو سمحت أن تجيبني عليه. نهار الثلاثة، هل أنت متفائل بإمكانية الوصول إلى حل ما؟ وفي حال لم نصل، مهلة 30 يوما تنتهي وستتحولون إلى حكومة تصريف أعمال، هل هناك احتمال بأن نصل إلى هذا الأمر؟ بصراحة كلية حتى هذه الساعة لا توجد معطيات تسمح لي بأن أقول بأن اجتماع الثلاثاء سيكون الاجتماع الأخير، ولكن سنعمل لكي يكون الاجتماع الأخير. أما إذا ما صار هالأمر وانقضت الفترة التي يشير إليها الدستور بضرورة تقديم البيان الوزاري، فأنا فيني أقول لك أنه هذا الأمر قابل للاجتهاد، ولكن المادة 69 من الدستور التي تذكر الحالات الست التي تعتبر فيها الحكومة مستقيلة، وهي لدى استقالة رئيسها أو أكثر من ثلثها أو وفاة رئيسها لا سمح الله، أو انتخاب رئيس جديد أو عدم أو انتخاب برلمان جديد، لا تذكر في هذه الحالات عدم وضع بيان وزاري. يعني نعود ساعتها سننطلق بجدل جديد بين مهلة إسقاط أم مهلة حث موضوع 30 يوما. يعني في حال أعتقد أنه لا يوجد مصلحة لدى أي من الأطراف أن يعتبر الحكومة مستقيلة، لأن كل الأطراف موجودون في هذه الحكومة. بس الرئيس بري سلف اعتبر انه 30 يوما هي مهلة اسقاط وليست مهلة حث. الموضوع ما مش موضوع اسقاط او تحفيز او حث، الموضوع انه البلد بحاجة الى حكومة تقوم بكامل واجباتها، تحاور المجتمع الدولي، تطمئن الناس، وتهيئ لانتخابات رئاسية. على كل حال ما وصلنا بعد ل 17 الشهر، من هلأ ل 17 بعد في أسبوع، والله يخلق ما لا تعلمون
أو ما تعلمون من بيان وزاري وثقة للحكومة. نعم. أنا بدشكرك معالي الوزير سجعان أزي على هذه الإطلالة في هذا الجزء من حلقة الليلة من الأسبوع في ساعة، على أمل أن يكون لنا معك إطلالة أوسع بعد إنجاز البيان الوزاري إذا شيء، وبعد نيل الحكومة الثقة، ونحكي عن مواضيع سياسية وعن مواضيع لها علاقة، ملفات لها علاقة بوزارتك وهي كثيرة. شكرا لك معالي الوزير. شكرا أستاذ جورج. يا أهلا مشاهدين. بعد الفاصل الإعلاني أنتقل إلى الجزء الثاني من هذه الحلقة. ظاهرة الانتحاريين وانتشار انتقال من العراق إلى لبنان، تفشي هذه الظاهرة إلى أي مدى يمكن أن تستمر؟ ما هي الظروف والعوامل المؤاتية لنموها؟ وما هي الظروف في المقابل التي يمكن أن تعالجها وأن تحد من انتشارها؟ مباشرة بعد هذا الفاصل. ونتابع حلقة الليلة من الأسبوع في ساعة في الجزء الثاني، ظاهرة الانتحاريين وانتشاره وانتقاله إلى لبنان، مع أستاذ العلوم السياسية والدراسات الإسلامية في الجامعة الأمريكية دكتور أحمد مصلي. مساء الخير، أهلا وسهلا فيك دكتور مصلي. مع أستاذ العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية دكتور طلال عطريسي، أهلا وسهلا فيك. أيضا سيطل معنا مباشرة من عمان الباحث والخبير في الجامعات الإسلامية حسن أبو هنية، وأيضا سيكون لنا مداخلة مع إمام مسجد السلام في طرابلس الشيخ بلال بارودي. دكتور مصلي، بداية لماذا برأيك انتشرت ظاهرة الانتحاريين؟ لماذا انتقلت إلى لبنان في الآونة الأخيرة؟ وشهدنا مسلسل مستمر لهذه الظاهرة التي تقلق وتخيف الناس. يعني الظاهرة هي موجودة منذ فترة طويلة، منذ حرب أفغانستان بسنة 79 تم الإقصاء في العديد من الدول، ولكن عادت وانتشرت مع على هامش ما يسمى الثورات العربية، فتم تحشيدها واستعمالها في ظروف متعددة بدول مثل سوريا بمصر وغيرها، من أجل أن يكون لدول معينة دور. هذه القوى ليست قوى محلية أو تعمل من خلال مشروع محلي، بل هي قوة مرتبطة بمشروع إقليمي كبير، وبالتالي هي تمتد من العراق لسوريا للبنان، ولا بمصر وبنشوف بليبيا وغيرها من باليمن بأفغانستان باكستان وغيرها من الدول. هذه الحركات تعيش على مثل ما قلنا حالة استئصالية للمجتمع الذي هي فيه، والجماعات والفئات المتعددة لهذا المجتمع هي موظفة سياسيا اليوم من أجل أن يكون هناك دور لدول إقليمية غير قادرة أن تلعب دور بشكل مباشر، فهي يعني بشكل ما تقوم وظيفيا مكان مثلا استخبارات أو قوى خفية لدول أخرى. والظاهر أنه كل هذه المجموعات اليوم متواجدة في سوريا لم تأتي بنفسها، بل هي جزء من كان رؤية كبيرة من أجل معالجة الوضع في سوريا أو العراق، من أجل إفشال الدولة القائمة أو نعم. سأناقش أكثر معكما بموضوع وصول هذه الظاهرة للبنان، ولكن قبل ذلك مساء الخير للأستاذ حسن أبو هنية مباشرة من العاصمة الأردنية في عمان، أهلا بك أستاذ حسن. طبعا حضرتك خبير وباحث في الجماعات الإسلامية، وحضرتك على اطلاع بما له علاقة بفكر تنظيم القاعدة، بالجماعات المتطرفة من داعش وإلى ما هنالك من أمور. كيف يمكن أن نفسر أو نصف انتشار ظاهرة التفجيرات الانتحارية قبل لبنان، يعني بعدة أماكن وصولا إلى لبنان؟ نعلم أن ظاهرة يسمى العمليات الانتحارية هي ظاهرة حديثة نسبيا، يعني ربما لا تبدأت منذ الثمانينيات، وربما الابتعاد وربطها بالكاميكاز أو أي ظواهر تاريخية أخرى ربما لا يمكن أن يصح بشكل كبير، لكنها بدأت تنتشر منذ بداية الثمانينات، واستخدمتها حركات ذات طبيعة سواء يسارية أو قومية أو دينية، ولذلك استخدمتها نمور التميل في الثمانينات في وهي حركة تنتمي إلى إطار ديني هندوسي، واستخدمها البي كي كي وهو يعني تنظيم معروف ذو مرجعية ماركسية لينينية، ثم استخدمها الإسلاميين استدخل
أدخلت ضمن الحركات الوطنية الإسلامية حماس والجهاد الإسلامي، وكانت السلفية الجهادية على ممانعة، بمعنى أنها تفتي جميع المشايخ كانوا يقولوا بأن هذه العمليات محرمة ولا يجوز ارتكابها، ولم حتى تنظيم القاعدة لم يتوصل إلى إباحة أو استخدام هذه العمليات، ولم يدخلها في الخدمة إلا عام 97 عندما أصدر فتوى بجواز مثل هذه العمليات. وكانت أول عملية انتحارية نفذها تنظيم القاعدة هي في عمليات نيروبي ودار السلام في كينيا وتنزانيا عام 98، ثم بعد ذلك انتشرت بشكل كبير بعد هجمات 11 سبتمبر، وربما احتلال العراق 2003 كان هو ربما انتشرت الظاهرة بشكل كبير وبدأت تتمدد وصولا إلى هذه الولادة الآن الذي تحدث في سوريا، ولذلك شاهدنا مزيد من العمليات الانتحارية وأصبحت هو التكتيك الأساسي لدى الجماعات الجهادية في العالم الأول. لأعود معك إلى العام 97، برأيك ما هي الظروف العقائدية والفكرية والاجتماعية ربما التي أدت إلى هذا القرار أو هذا المنحة في العام 97؟ الأمر بسيط، أعتقد بأن هذه الحركات على الرغم من طبيعتها الأيديولوجية المتصلبة الانتماء للسلفية الجهادية، لكنها في نفس الوقت على الصعيد الميداني العمليات الاستراتيجية هي مرتبطة أشد الارتباط في الواقع. نحن نعلم أن هذه الحركات بدأت تأخذ أن هناك عدو لها، سواء كان متمثلا بالعدو القريب المتمثل بالأنظمة على اعتبارها كافرة مرتدة، أو العدو البعيد المتمثل بالولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وحلفائها ما تسمى الحلفاء. وهذه القوى كما نعلم كانت قد دخلت الحركات الجهادية في صراع مسلح ذات طبائع اشتباك مباشر بالطرق التقليدية أو إطار تكتيكات حرب العصابات التقليدية من جنوب من يعني أجيال الحرب الثاني والثالث، وبالتالي هي اكتشفت بأنه لا يمكن مواجهة عدو مدجج بالسلاح بالطيران بالدروع بالدبابات إلا عبر آلية محددة، وهي تكتيكات الرعب والعنف المرتبطة بالعمليات الانتحارية، سواء كانت الفردية أو كانت المفخخة أو كانت المركبة من الانغماسيين والانتحاريين. ولذلك الطبائع العملية والضرورات بمعنى، وليس هناك نصوص واضحة في المسألة، لأن سوف نجد عشرات المشايخ الذين أصروا على أن هذه العمليات هي محرمة وأنها انتحارية، لكن الطبائع العملية على اعتبار أنها جزء من فقه الضرورة، وهذا هو على اعتبار بأنه سلاح الضعفاء في حرب المستضعفين، لا يمكن أن تواجه قوة مدججة بالسلاح، وبالتالي بدأت تنتشر هذه شيئا فشيئا، وبدأت الآن في صدام هذه الحركات سواء مع الأنظمة المحلية أو الإقليمية أو الدولية. نعم. بدأت تتوسع بشكل كبير على اعتبار أنها لا تستطيع أن تحقق نوع من توازن الرعب إلا عن طريق هذه العمليات. نعم. دكتور طلال عطريسي، حضرتك أستاذ في العلوم الاجتماعية، هون إذا بدنا نحكي عن شخصية الانتحاري، كيف يمكن أن نوصف هذه الشخصية؟ لكن أنا أعتقد أن شخصية الانتحاري تتشكل من خلال التركيز على بعد واحد، يعني هذا البعد يتمثل في أن ما يقوم به هذا الشخص هو عمل جهادي مهم جدا نتيجته التقرب إلى الله، والطرف المقابل هو شخص يستحق القتل والموت وهو شخص كافر لا يجب أن يبقى على قيد الحياة. هذه هي التعبئة الإيديولوجية العقائدية التي تعطى إلى هذا الشخص من بعد واحد، يعني حتى على المستوى الديني. هذه التعبئة، ولكن قد يعني هذه التعبئة ما بتلاقي أرض خصبة عند أي حدا. صحيح. يعني الاختيار، يعني بده يكون في مواصفات معينة لكي تنطبق عليه هذه الأمور أو تؤثر في هذا الشخص تحديدا. لا، هو يعني طبعا يختلف الأمر بين شخص وآخر، لكن عندما تتكرر العمليات ويتم إعلاء شأن النتائج التي حصلت هذا لتشجيع آخرين على الالتحاق بعمليات من هذا النوع، بمعنى أنه تكرار العملية يخلق ثقافة انتحار وثقافة التحاق بهذه العمليات، يعني مش عمليات متباعدة كل 6 أشهر أو كل سنة عملية، لا، في تعمد لتكرارها كمان لكي تصبح أنه أي مسألة عادية ومسألة سهلة. لكن المشكلة أنه الذي يذهب ليقتل نفسه، حتى في بعض يعني بعض المفكرين، طه عبد الرحمن في المغرب لا يقول حتى أنه انتحاري ولا طبعا ولا استشهادي، هو يسميه المنقتل، لأنه الانتحاري عادة يقتل نفسه، بس هذا انتحاري عم يقتل آخرين، عم يقتل أبرياء. حتى الذي يذهب ليقتل نفسه هو لا يعتبر نفسه مسؤول عن قتل الأبرياء،
فمشان هيك أنا بقول إنه هو لا يقدم إليه الدين من منظار شامل من منظار واسع يعني ما بيشوف كل الأوجه للإسلام. طيب دكتور مصلي بهالإطار هيدا يعني هل الحوافز العقائدية الدينية غسل دماغ يعني البعض بيسموها يعني ما هي الظروف التي قد تدفع إنسان لأن يقتنع أنه يروح يفجر حاله ويصير انتحاري؟ شوف العملية معقدة جدا، تبدأ بمستوى العقائدي ورؤيته للكون ورؤيته للإنسان ورؤيته للأديان والتعامل مع الآخر، بالتالي هن عندهم يعني يطرحون فكر أن العالم يعيش حياة جاهلية والعالم يعيش حالة كفر، وبالتالي هن عندهم مهمة إنقاذ العالم مما هم فيه، فإما هم قادرون على ذلك أو يلجؤون إلى القتل. هلا القتل ما ضروري بالتفجير، في الذبح، في القتل، في الناحية الاجتماعية هو يعيش في بيئة منعزلة عن المجتمع، ينعزل عن المجتمع، ينشئ، يهاجر من المجتمع، ينشئ مجتمعه الخاص. في دراسات كثيرة تقول عن شخص اللي الناس حاولوا يفجروا حالهم ولم يتمكنوا من تفجير حالهم، هم ناس خجولين بعكس يعني مش ناس بعكس الصورة مقدمين. اللي قد تكون مأخوذة يعني حتى عنه. أسامة بن لادن لما كان يطلع يحكي كان خجول، أيمن الزواري خجول، سيد قطب اللي أسس لكثير من هذه المبادئ كان إنسان منعزل خجول. ثانيا يعتبر أن الاستشهاد هو طريقة خلاص له وللمجتمع ولغيره وأنه يؤدي رسالة حقيقية. هلأ في نقطة مهمة، نحن الإنسان الذي ينتحر ينتحر لأنه يائس من رحمة الله، ما عنده أمل في الحياة. الاستشهادي هو الإنسان الذي يموت من أجل القضية. هلأ الخلاف وين؟ هل هو استشهادي أو انتحار؟ هو ليس بالأكيد ليس انتحاري، لكنه هو يعني ليس انتحاري من وجهة نظره، هو من وجهة نظره لأنه يقتل نفسه أملا بحياة أفضل، بينما الذي ينتحر يأس من الحياة ومن الآخرة ومن كل شيء. فكل الأديان مثلا الإسلام والمسيحية بيعتبروا أنه من يقتل نفسه يذهب إلى النار، لكن الاستشهادي حتى في المسيحية واليهودية والإسلام له ظرف خاص. لذلك هذه قضية الاستشهاد عبر الانتحار وعندنا قضية يعني جديدة بسبب الوسائل التقنية اللي صارت موجودة، يعني من 100 سنة ما كانت موجودة هالوسائل، يعني الحشاشين اللي نعرفه أخذوا طرق الانتحار لتخويف الناس بين القرن الحادي عشر والثالث عشر، ما كان يقدروا يقتلوا هالكم أو يعني ما كان يقدر يفجر عنه، كان في متفجرات. لذلك اليوم القضية تتعلق برؤيته للدين، تفسيره للإسلام، تفسيره للواقع العالمي، تفسير الرؤية المهيمنة على الإسلام. هن كلهم عندهم انطلاقة أن الإسلام ضرب من الغرب المسيحي وأن الغرب المسيحي يعمل على قطع أوصال العالم الإسلامي. اليوم التركيز على أمريكا والغرب المسيحي. إيه بس عم بيصير في عال، بس عم بيصير في عمليات انتحارية تستهدف مدنيين في العالم العربي، في العراق شو عم بيقتلوا أمريكان بالعراق، هون بلبنان العمليات الانتحارية اللي عم بيصير ما عم بتقتل مدنيين. ما هني بكفروا المجتمع كله حتى لو كان مسلم. ما هون النقطة إنه التكفير هي الحالة اللي تؤدي إلى هالناحية من العمليات التفجيرية، خلينا نقول التفجيريين، يعني يكون تعبير يعني لا استشهادي ولا انتحاري. التفجيريين هن عندهم رؤية انه حتى المسلم الاخر سواء كان سني او شيعي اذا ما كان من الوهابيين السلفيين هو كافر، لانه يذهب الى منحن اخر او باتجاه اخر. استاذ حسن ابو هنية بالعودة لك معنا مباشرة من عمان، هل حدث لك يعني خلال رحلتك في هذا الإطار كباحث وخبير في الجماعات الإسلامية وفي الجماعات الجهادية أيضا، هل حدث لك أن تعرفت عن قرب لهذه الجماعات أو كنت على تواصل بمرحلة معينة معهم؟ بالتأكيد صحيح، هناك عدد من الانتحاريين وعدد من الجهاديين، ولكن ربما يعني تجربتي تلخص ما 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 أصدرت خلاصة مجلس العموم البريطاني بعد هجمات 7/7 7 يوليو تموز 2005 الشهيرة،
كانت انتظر المجتمع البريطاني سنة كاملة من مجلس العموم حتى يصدر تقريرا من مجموعة من الخبراء الكبار في النفس والاجتماع وكل التخصصات، ثم خلصت إلى نتيجة واحدة أنه لا يوجد هناك سمات مشتركة محددة تحدد هوية الإرهابي، ولا يوجد هناك سمات بالتأكيد مشتركة ومحددة تحدد هوية الانتحاري. وبالتالي البحث في هذه القضية تبدو يعني أمر غير مجدي تماما، لأننا نعلم لا التحليل الطبقي يمكن أن نطبق بشكل جازم على هذه المنظورة في قضية التهميش الاقتصادي، لأننا نعلم أن منفذي هجمات الحادي عشر من سبتمبر على سبيل المثال هم 19 كانوا من الطبقة الوسطى، ثم نعلم أن هناك منفذي الهجمات في أوروبا معظمهم كانوا ينتموا إلى الطبقة الوسطى العليا، وكذلك أيضا دلالة التعليم لم تكن حاسمة لأنهم معظمهم كانوا من خريجي المعاهد التقنية والجامعات. على الصعيد الآخر أيضا سوف نجد بأن دلالة العمر ربما تكون هي دلالة حاسمة، يعني معظم الانتحاريين يكونوا بين سن 18 و26، هذا هو الجيل الشباب الذي يكون أكثر. ولكن الأهم في الدراسات جميعا التي أثبتت بأن مفهوم الأمة المتخيلة، الأمة الممتهنة التي تتعرض للامتهان في إطار مجتمع يتعرض لحالة من النزاع العنيف، ولذلك هذه الظواهر تكثر في مناطق النزاع، تكثر في الضفة في فلسطين تحديدا، في غزة تكثر الآن، في سوريا كثرت، في العراق، في جميع، هناك 32 دولة تمت عليهم الدراسة دائما في أماكن الصراع والنزاع، ويكون هناك دائما عملية تهميش على الصعيد الاجتماعي والسياسي، بمعنى هناك اجتماع تهميش اجتماعي سياسي، ليس بالضرورة أن يكون تهميش اقتصادي، هذا أحد الفواعل. نعم. لكن نعم. هذا التهميش بدليل أن عمر فاروق مثلا منفذ هجوم ديترويت الشهير هو كان والده وزيرا في نيجيريا وهو حاول أن ينفذ هذه العملية، لا يوجد هناك سمات نمطية لكن هناك موحدة. مبادئ نعم. كافية تحدد. أعود معك بالتأكيد نعم. مجتمع النزاع يحدد. أعود معك إلى سؤالي الأساسي الذي سألتك إياه وقلت لي أنك كنت على تماس أو على معرفة بالبعض، يعني كنت على معرفة ببعض الانتحاريين يعني اللي عادوا عملوا عمليات معينة أو الذين كانوا على قائمة الانتحاريين المفترضين. صحيح يعني لو تخبرني لو تخبرني عن هذه التجربة أو عن هذه الأمر بالتحديد. يعني كان هناك عدة أشخاص وذهبوا عندما حدث في العراق في 2003 مع دخول القوات الأمريكية، بدأ أن هناك كثير من الشخصيات لا يوجد هناك سمات جوهرية محددة لطبيعة الشخصيات، كان الشخصيات أناس عاديين وحتى لا يتوافروا على أيديولوجيا دينية محددة، بمعنى لا ينتموا إلى الفضاء السلفي ولا ينتموا إلى الفضاء الإسلام السياسي كالإخوان المسلمين، وكانوا أناس عاديين. وعندما حدث ما حدث من دخول القوات الأمريكية في العراق عام 2003 ذهبوا هناك بشكل بكل سلاسة وسهولة، ثم نفذوا عمليات انتحارية دون أي سابقة ودون أي محددات، ولا ونحن نعم. الذين كنا نعرفهم هل هناك من تجربة معينة أو حكاية معينة قد ترويها لنا عن هذا الأمر أو عن حوار ما مع أحد الانتحاريين أو نقاش معين حصل معه؟ هو لم يكن نعرف بأنه انتحاري، هو كان شخص إنسانا عاديا لا تستطيع، هو ذهب للقتال في العراق، يعني لم نكن في ذلك الوقت قد استدخل فكرة الشهادة أو الانتحار. هو عندما ذهب، لأن أحد العوامل الأساسية المحددة في العمليات الانتحارية هي لابد أن تكون هناك مجموعة مسيرة لهذا الجهادي أو هذا الذي سيقوم في عمل استشهادي أو انتحاري، موضوعة الجماعة موضوعة أساسية. ولكن حدث ربما تطور في هذه الحالة في 2009 مع دخول أو سيادة ما يسمى الجهاد الافتراضي وظهور ظاهرة الذئاب المنفردة التي بدأت يعني تعمل عمليات انتحارية بشكل منفرد، هذه الظاهرة لم تكن موجودة قبل 2009. نعم. كان يجب أن يكون للإنسان هناك جماعة وهناك مسيرين أيديولوجيين وهناك مسيرين عملياتيين يقوموا على تجهيز نعم. هذا الشخص على الصعيد الأيديولوجي وعلى الصعيد نعم. العملي. دكتور عتريسي، تجهيز الشخص على الصعيد النفسي والعقائدي يعني هل هناك برنامج إعداد نفسي وعقائدي أكيد يخضع له نعم. الشخص؟ نعم بكل تأكيد في برنامج إعدادي وتجهيزي ونفسي وعقائدي
وفقهي أيضا، بمعنى أنه هذا الشخص يجب أن يقتنع وأن يجهز وربما يعني يعزل في فترة معينة لكي يقتنع تماما بأنه هو يفعل ما هو صحيح وبأنه يختار أقرب الطرق للوصول إلى المبتغى، يعني بدل ما يقضي حياته كلها في العبادة والصلاة وكذا، هذا أقصر الطرق للوصول إلى الجنة الموعودة. أنا هذا ما أسميه أنه أحادية في التفكير، بمعنى أنه هو يعني؟ بمعنى أنه الذي يذهب ليقتل نفسه هو لا يدرك تماما كل المعادلات السياسية. نعم، من يرسله هو من يرى ربما أنه في صراع مع الغرب أو في صراع مع العالم المسيحي أو ما شابه ذلك، لكن هذا الشخص هو يعرف أنه يذهب ليقتل الكافر، هو يذهب ليقتل أنه والله يريد أن يقتل الشيعة، يريد أن يقتل الروافد. لكن هل هذا الشخص مثلا يدرك أن الاقتتال في سوريا اليوم هو سني سني بين الدولة الإسلامية في العراق وبين الجبهة الإسلامية وجبهة النصرة على سبيل المثال؟ كيف يمكن أن يفسره إذا لا. كان الصراع يعني له هذا يعني الطابع؟ ما يقال عنه غسيل دماغ، هو هيدا برنامج الإعداد النفسي والعقائد؟ هلا يعني فيك يعني عم تحكي حضرتك عن فترة عزل، يعني لإدخال هذه هو يعزل بفترة قبل أن يقوم بالعمل حتى ما يصير في تردد، حتى يكون في نوع من ضبط لل وعبادات وصلوات وما شابه ذلك، يعني مثل حقنه بالأفكار حتى لا يكون في تغيير للموقف. ومثل ما قال الدكتور يعني بيكون في إعداد مسبق. لكن أيضا سؤال مهم، هذه الذئاب المنفردة معنا يا بالمشرق أو بالعالم العربي أو الإسلامي عادة موجودة بالغرب، واحد بروح بيقوص له 50 واحد بمدرسة وبيقوص حاله، هذا يسمى ذئب منفرد. أما نحن عنا كلهم ذئاب اسم الله قطعان موجودين مع بعضهم، فبكون في نوع من غسل دماغ. لكن واضح في دراسات سيكولوجية عملت واجتماعية، وأنا بخالفه للأستاذ أني بهالموضوع، حتى لو كان في حد أدنى من التوافق، أنه مثلا هذا الشخص بكون عادة مش معنى هذا كل شخص، عادة علمه متوسط، يعني صحيح. أيام خلص ثانوية عامة أو سنة سنتين جامعة. ثانيا يأتي من طبقة متوسطة فقيرة نزولا، يعني مش من فقرة مش من فقراء المعدمين. ثالثا يكون عنده بحس حاله أنه مهمش في المجتمع الذي يعيش فيه. رابعا غير قادر على تحقيق الذات، فبيبدو نوع من ما يسمى الأفينيتي، يعني ربما باستثناء اللي عملوا عملية 11 أيلول، يعني ربما لا تنطبق عليهم. بس هدولي اجوا كمان من رؤية تم حشدهم فيها يعني وغسل دماغهم لفترة طويلة من ايه، بس هالبروفايل اللي كنت عم تقلنا اياه لا إيه؟ مش كل شخص ينطبق عليه، يعني تلاقي شخص يمكن تبع عليه 3-4 منهم. اوكي، مش مثلا أسامة بن لادن كان غني، كان عنده مثلا قول ما كان استشهادي قول، بس كان يريد الاستشهاد. انت ليش انت تطلع عليهم لقب استشهاديين ولا انتحاريين؟ شوف هو يعني يعني هم مضللون، هو بيعتبر حاله أنه يستشهد في سبيل الله، ولكن هو في حقيقة العمل الأمر يدمر الأمة الإسلامية والأمة العربية، ويدمر مجتمعه ويدمر حيه ويدمر يعني الحياة هذا. لكنه مثل ما قال في غسيل دماغ، وهذا بياخد وقت. وبعدين في ناس كتير هلا بيسأل مثلا نحن بلبنان مش كل الناس بتروح تنتحر أو بتستشهد، في بده يكون عنده قدرات معينة أو رؤية معينة أن يكون قادرا على أن يقوم بهذا العمل. بدي مش كل إنسان بروح بفجر حاله. بدي أرجع للأستاذ حسن أبو هنية من عمان بالدقائق القليلة المتبقية من البث الفضائي من الأردن، لأسألك يعني حددنا بعض المواصفات، حددنا البيئة أو الظروف التي تؤدي إلى وجود انتحاريين، أيضا استعدنا تاريخيا من سنة 97 مرورا بالعراق وصولا إلى سوريا ولبنان. اليوم ما هي العوامل برأيك التي يمكن أن توقف أو تحد هذه الظاهرة؟ يعني بالعراق بدأت هذه الظاهرة أثناء الغزو والاحتلال الأمريكي للعراق، ولكن بعد مستمرة لليوم، يعني ما انتهت مع انتهاء المشكلة اللي نشأت بسببها، فلماذا؟ صحيح
صحيح، لأنها نشأت مشاكل ربما تكون أعقد من المشاكل الأولى، بمعنى أنه أصبحت للأسف الشديد يعني شاهدنا مع انحراف طبائع الصراع على سبيل المثال في سوريا، وتحول الصراع من صراع جيوسياسي إلى صراع ذات طبيعة هوياتي طائفي، وكما تحول في العراق من صراع جيوسياسي إلى صراع ذو طبيعة هوياتي طائفي وهوياتي إثني، بين صراع بين الكراد والعرب والسنة والشيعة. هذا هو المشكل، هذا ما يشعر كثير من المواطن، وهذا ما حدث لماذا انتقل إلى لبنان. هناك شعور ربما كانت الظروف ذاتها موجودة، لكن هناك منطقة للنزاع والصراع تنبني على أسس هوياتية، هناك تخيل لأمة مضطهدة ومهمشة في هذا المكان. هذا الشخص ليس الطبائع ذات الطبائع الرمزية، أقرب تكون في العمليات الانتحارية من الطابع المادي المباشر، وهذا هو الشعور الذي يحدث. هذا هو التطور الجديد، ولذلك نحن بانتظار مزيد من العمليات. إيه بس برأيك ما هي الظروف التي يمكن أن تؤدي إلى الحد من هذه العمليات؟ العكس تماما، بمعنى أنه علينا أن تنبني هذه المجتمعات غير قائمة لا على التعددية ولا على الديمقراطية ولا على, 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 على كل العمليات الحداثة السياسية، هي مجتمع يطر من طور التقليد إلى طور الحداثة. هذا الحالة من التحول وخصوصا بعد الربيع العربي أدى إلى حالة من عدم اليقين التام، وهناك فقدان للمعنى في العالم العربي، وبالتالي هناك توجه لكثير من الشباب لعدم إيمانهم بأن يمكن التغيير، خصوصا بعد فشل ما يسمى الربيع العربي. لا يمكن التغيير إلا عبر طبائع القوة والعودة إلى الطبائع الأولية، بعيدا عن مفاهيم الثقافية التي تعتبر هيمنية وذات طابع تدجيني. شكرا لك أستاذ حسن أبو هنية، كنت معنا مباشرة من العاصمة الأردنية عمان، شكرا على هذه المشاركة. دكتور تلال عتريسي، حديثا يعني دخل على المشهد اللبناني موضوع الانتحاريين، وتحديدا انه في لبنانيين انتحاريين. نعم. يعني مش عم بيكون في ناس جايين من الخارج على لبنان حتى يفجروا حالهم، انتحاريين عم بيكونوا لبنانيين. هذه الظاهرة الى اي مدى يجدر التوقف عندها، دراسة اسبابها، دراسة معطياتها، خطورتها على المجتمع اللبناني؟ أولا عندي ملاحظة سريعة، يعني أنه المسألة ليست لها علاقة فقط بالتحديث أو عدم التحديث، لأنه هذه الظاهرة وإن كان بحدود أضيق شفناها بإيطاليا مع الألوية الحمراء، شفناها بألمانيا، في باليابان. يعني باليابان، يعني فمش ما إلى علاقة. أنا بعتقد حتى فيما يتعلق بلبنان وحتى في أفغانستان في توظيف سياسي لهذه الظاهرة، يعني تنظيم القاعدة ومتفرعاته في أفغانستان وحركة طالبان كان في سماح دولي. نعم. في أن يذهب كل هؤلاء الناس إلى القتال في أفغانستان لإسقاط بأي عنوان، لإسقاط الحكم الشيوعي الكافر. كافر صحيح. شايف؟ نعم. وكان يطلق عليهم المجاهدين بالفرنسي والإنجليزي، وكل التقارير الصحفية تقول ليه مجاهدين ذا مجاهدين، واستقبلوهم بكل العواصم. طيب. عندما سقط الاتحاد السوفيتي وانسحبوا من أفغانستان توقف استخدام هؤلاء الناس ولم يستقبلوا في بلدانهم وتحولوا سميوا الأفغان العرب. طيب نفس بعد منا بدأ تراجع ظاهرة القاعدة، وكتب مؤلفات أنه نعم. القاعدة إلى تراجع إلى انتهى، عدنا لنشهد إعادة نمو. ضخ الحياة بهذه في الظاهرة. هذه الظاهرة لأسباب سياسية يعتمد أصحابه على البعد العقائدي، لكن هن يعني في خدمة السياسة. يعني أنت ما بتفصل أبداً. موضوع أنه وجود انتحاريين لبنانيين عن هذه المنظومة بشكل عام، هذه جزء منها، مش أنه هذا شيء منفصل عنه أو له أسبابه وظروفه. بالتأكيد. نعم. بالتأكيد. دكتور مصلي، يعني هناك من يطرح موضوع أنه ما يشهده لبنان بهذه الظاهرة حاليا هو ناتج عن المشاركة في الحرب السورية، ونسمع أنه بعد كل عملية انتحارية بتسير أو بعد كل تفجير انتحاري في فريق من اللبنانيين، في آراء سياسية لبنانية تقول أنه مشاركة حزب الله في القتال في سوريا أدى إلى هذا الأمر. يعني هيدا السبب الوهمي لهذا الأمر. واقع هذه الحركات أنها حركات تكفيرية، هي مس على سبيل المثال تقول أنه جهاز الجيش اللبناني جيش كافر، أنه جيش صليبي. يعني حتى اليوم في بيان من جبهة النصرة أنه الجيش اللبناني أداة يد حزب الله، وأنه في عناصر من الجيش يقاتلون أيضا في سوريا. حتى قبل ذلك، حتى قبل دخول،
يعني نحن إيه بس شاهدنا بس هون قصه يعني هون يعني بس قصه يعني من فتح بعد الاسلام عطيك مثلا طيب فتح الاسلام بس ما كان هو من هذه لا عاد بس فتح الاسلام فتح الاسلام ما كان في تفجيرات انتحاريه يعملوها بس اني بس ظاهره التفجيرات الانتحاريه صارت من بعد الحرب السورية ومن بعد مشاركة حزب الله بالقتال في سوريا من هنا يطرح البعض هذه النظرية أنه لو ما هيك ما كنا وصلنا لها على القتل عفل. سواء كان بالعمليات التفجيرية أو بالقتل أو بالذبح أو ما هذا الموضوع الموضوع أن هذه الحركات سواء كانت موجودة بالسعودية أو بالعراق أو بمصر أو بفلسطين أو بهذا هي تقوم بهذه العمليات على أسس عقائدية وليس فقط على أسس سياسية يعني اليوم الفتح الإسلام قبل ما فتح حزب الله على سوريا كان يقوم يعني بعمل ضد الجيش اللبناني واليوم الجيش نهر البارد وقبلنا الضمنية واليوم الجيش اللبناني مستهدف من هذه الجماعات والجيش اللبناني ليس بس أصحاب جزء هذا الرأي يعتبرون انتشار موضوع التفجيرات الانتحارية جاء بعد السؤال أنا بس يعني كتعقيب على هذه المسألة طيب إذا كانت المسألة مربوطة بهذا حزب الله إلى سوريا كيف نفسر العمليات الانتحارية بين داعش وبين جبهة النصرة جبل الإسلام عم فجروا بعض كيف نفسرها نعم. طيب ما هن يقاتلوا مبدئيا حزب الله ويقاتل النظام بسوريا كيف نفسر وهذا اقتتال سني كيف يشرح هؤلاء للعالم ويكفروا بعضهم بعضا لحتى يبرروا العمليات الانتحارية هذا الشيء اللي كنت أنا أقوله بالأول ليعطي مبرر نعم. هلأ في تكفير في تكفير لداعش وداعش يكفر جبهة النصرة نعم. قبل أن أتابع معكم أنتقل إلى مداخلة مع إمام مسجد السلام في طرابلس الشيخ بلال بارودي سمحت الشيخ مساء الخير نعم طبعا يعني في كان عدة تصريحات لإلك فيما يخص موضوع التفجيرات الانتحارية يعني من وجهة نظرك كرجل دين كيف تنظر إلى هذه الأعمال وإلى أي هل هي تجوز شرعا؟ بسم الله الرحمن الرحيم بداية لابد أن نقرر حكم شرعي أن المجاهدين في سوريا الآن من يدافعون عن أرضهم وعرضهم ودينهم لهم أن يواجهوا بأي وسيلة يرونها مناسبة حتى ولو كانت عمليات استشهادية في أرض الجهاد في أرض القتال في أرض المواجهة ولكن نحن عندما نقول أنه لا يجوز عمليات تفجيرية أو الانتحارية هي التي لا تكون في ميدان القتال يعني هو الذي يعرض نفسه للموت من غير نتيجة فعلية أو من غير نكاية عدو أو من غير رد كيد والآن الذي يحصل الآن من عمليات تفجيرية داخل الوسط اللبناني نحن ندينه تماما كما ندين تماما تدخل الحزب في القتال في سوريا فكما أن هذه المسألة لا تجوز شرعا وكذلك اشتراك الحزب في قتل الشعب السوري لا يجوز شرعا القتال في سوريا في سوريا ولكن دعوا السوريين يقاتلون عن أنفسهم ويدافعون عن أعراضهم طيب سمحت الشيخ بالنسبة للانتحاريين اللبنانيين يعني يبدو أنه صار في بيئة في لبنان تنتج انتحاريين لبنانيين إلى أي مدى عليكم مسؤولية أنتم كرجال دين بتوعية الناس بتوعية المجتمع للحد من هذه الظاهرة هو الحد من هذه الظاهرة الدعايات يعني لما الإنسان بيشوف على طريق بيروت الإعلانات الكبيرة في شراب بيبسي كولا يكثر الطلب للبيبسي كولا الآن الحزب هو الذي استجلب هذا العرض على لبنان في عرضهم ومشاركتهم في هذا الإجرام الكبير في سوريا هو الذي استجلب هذا العرض السيء الذي نحن لا نريده ولا نريده شرعا في لبنان بس كنا عم نسمع يعني ديوفنا عم بيقولوا ودائما يعني في وقائع معينة لها علاقة بأعمال إرهابية كانت تصير بنهر البارد بالضنية بأماكن أخرى من العالم ليست مرتبطة بموضوع قتال حزب الله في سوريا يعني مثلا عملية بلغاريا لو ثبت أن الحزب مشترك في العملية الانتحارية شو بيكون تفسير الحزب لهذه المسألة؟ لم يثبت ذلك إن ثبت ذلك تغير القواعد إيه بس ليش عم بتحط فرضيات حسن يعني حسن نصر الله ما قال في 2011 أنه إذا وقفت العملية الاستشهادية في فلسطين تنتهي المقاومة في فلسطين
هذه المسألة نحن نريد أن نحدد. هل سمحت الشيخ؟ لا أنا سؤالي، أنا سؤالي إنه في تفجيرات، في انتحاريين عم بفجروا حالهم وعم بيروح ضحايا أبرياء من المدنيين في لبنان، وهذه ظاهرة جديدة في لبنان. إلى أي مدى أنتم مسؤولون كرجال دين في الحد من هذه الظاهرة؟ أنا أريد أن أسألك سؤالا واضحا سجوج والضيوف الكرام اللي عندك، أنت نحن الآن نشفق على هذا المنتحر ولا نشفق على المدنيين الذين يسقطون بسببه؟ عدنان كيف؟ عم بقول لك عدنان دكتور مصلي. نحن الآن تعاطفنا الحقيقي وإشفاقنا على هذا المنتحر الذي قتل نفسه أم على من يسبب بقتل من المدنيين؟ عدنان، لأنه هو مضلل كمان. طيب دعنا من هذا المضلل، فما بالكم مثلا نحن عندنا في طلابط وقع التفجيرين شبه انتحاريين، والمنتحرين الآن واحد معتقل واحد صار بسبب علي عيد إلى سوريا، المدنيين سقطوا، هل المدنيين ما لهم قيمة إن نحن نلاحق المنتحر؟ وفما بالك إذا كان المنتحر هذا لا يزال حيا وهو في القضاء ينتظر نطق وينتظر تطبيق باقي القانون؟ الآن نحن ندين عمل انتحاري، ولكن المدنيين تسبب قتلهم بسبب هذا المجرم. هذا المجرم سواء كان انتحاري قتل في لبنان أو انتحاري قتل في مسجد طرابلس، ينبغي أن ندين القتل بحد نفسه، ما بس ندين الانتحاري تسبب بقتل أبرياء. يا أخي نحن ديننا قتل سمحت الشيخ الرويس والهرمي نعم وحرب حراك، ولكن من يلاحق من قتل المدنيين في مسجد طرابلس؟ طبعا سمحت الشيخ، بس لضيق الوقت بدي بالنهاية أسألك، ألا يوجد مسؤولية تقع على بعض رجال الدين في بعض المساجد حيث يقومون بتعبئة الناس أو بتحريضهم أو بإدخال أفكار معينة لإلهم؟ فعليا هو ما نحن للأسف معنا تحريض، نحن نكشف حقائق، يعني نحن نعاني من الظلم منذ عقود طويلة. وأنا بستذكر نصيحته لحسن نصر الله للقاعدة بالخروج من سوريا، لأنهم وقعوا في كمين، فعليا وقعوا في كمين من حوالي سنتين قال الكلام، وهو وقع في الكمين نفسه. فينبغي أن يقف التحريض من الطرفين، يعني ينبغي للسيد حسن نصر الله أن يأخذ حنكة رئيس بري وعمق نظرة الإمام حسن فضل الله وخبرة الشيخ الطفيلي وحكمة شمس الدين حتى ينقذ هذه الطائفة الشعيمة الانتحار في سوريا. ندين الانتحاريين في لبنان وندير انتحار الطائفة الشيعية في سوريا. شكرا لك إمام مسجد السلام الشيخ بلال بارودي. بالعودة لكم بالختام دكتور مصلي ودكتور عتريسي، إلى أي مدى هناك مسؤولية لدى رجال الدين للحد من ظاهرة الانتحاريين؟ يعني هون هلأ بدنا نبحث عن حل بالختام. هو لا شك أنه في مسؤولية كبرى، لأن هذه الجماعات في نهاية الأمر تسير من هيئات شرعية فيها أو رجال دين هم من يتولى هذه الأمور، لكن في غالبية الأمر هؤلاء ليسوا على دراية وعلم كبير، بل هم علم محدود يعني، وبالتالي يقومون بفتاوى ليس لها سابق وليس لها مثيل، قائمة على إيقاع النص على واقع معين اللي هو غير صحيح. اليوم لا شك أنه الجميع يعني يرفض قتل الأبرياء في طرابلس وفي بيروت وفي الضاحي وما كان بكل لبنان، يعني من الكل، هذا في إجماع عليه. لكن لا يمكن أن تكفر طائفة بجميع مثل أو تلام طائفة بكاملها. نحن إذا بدنا نشوف تطور الوضع أنه من دخل إلى هو خلي السوريين حارب السوريين، أنا معه، لكن ليس هذا الوضع الواقع. الأمر أنه في أكثر من 80 دولة تحارب في سوريا. نعم. اليوم مثلا أعطيك على سبيل المثال المسيحي ليه عم بيقتل ويهجر وهذا بسوريا؟ شو نعم. عمل لهذه الجماعات؟ نعم. إذا الحل أين الحل؟ شوف الحل له عدة مستويات. لابد من نشر الدين الصحيح، لابد من تعليم الشباب، لابد من أن تكون الواقع الاقتصادي مقبول يعني واقع في الشمال، في عكار، في العرسال، في مناطق تانية في لبنان، واقع مرير يسهل فيه تجنيد هؤلاء الشباب. لابد من الاعتناء بشخصية الفرد ضمن العائلة، يعني في انت عم تحكي سؤال
هذه قضية كبيرة جدا يجب معالجتها، ما ممكن يعني نعالجها بالدقيقة. بداية قليلة دكتور عتريسي، بدي رأيك بالموضوع، المعالجة يعني بغض النظر عن الجدال القائم يعني عبر عنه الشيخ طبعًا بلال بارودي، ويعبر عنه الطرف الآخر أنه المشاركة في القتال في سوريا طبعًا، وهذه المشاركة أنتجت يعني بغض طبعًا النظر عن هذا الجدل، ما هي سبل المعالجة؟ بغض النظر طبعا عن أنه قتل الأبرياء في سوريا لا يبرر قتل الأبرياء في لبنان، هذا محسوم، لكن أنا برأيي في مشكلة بالمرجعية الفقهية عند هذا الاتجاه، يعني عندما نسمع الأزهر يدين هذه العمليات ويرفض القتل ويرفض أن يقتل الإنسان نفسه في عمليات من هذا النوع، هذه مرجعية. اليوم السعودية التي تشكل مرجعية أيضا لقسم كبير من هذه الاتجاهات تدين وتحرم وتصفهم بالإرهابيين، طيب من هي المرجعية التي يستند إليها هؤلاء؟ هم يستندون إلى أمراء لا يملكون من العلم ومن الفقه شيئا وللأسف الشديد، ويأخذون الفتاوى من مثل هؤلاء الأمراء. أنا أعتقد أنه الحد منها يكون بتحديد وضوح المرجعية الفقهية ليخرج هؤلاء إلى الناس ويقولوا نحن المرجعية ونحن نفتي بكذا وكذا وندين كذا، وهذه هي يعني أنا أعتقد هذا مدخل إلى أنا حد. بشكرك دكتور طلال عتريسي ودكتور أحمد مصلي على المشاركة في هذا الجزء من حلقة الليلة من الأسبوع في ساعة، على أمل أن يكون لنا كلام أو حديث موسع أكثر حول هذه المواضيع. شكرا لكم. شكرا لك. بعد الفاصل الإعلاني مباشرة في يوم المرأة العالمي، ماذا تقول السيدة حياة أرسلان حول موضوع قانون العنف الأسري ومشاركة المرأة في الحياة السياسية في الجزء الأخير من هذه الحلقة. ونعود مشاهدينا لمتابعة الجزء الثالث والأخير من هذه الحلقة. بيسعدني استقبل الأميرة حياة أرسلان. مساء الخير ست حياة، أهلا وسهلا فيك. بالطبع بالأمس كان 8 أدار يوم المرأة العالمي، في هذه المناسبة شدنا بالأمس تظاهرة كبيرة على المتحف، تحرك عنوانه الأساسي إقرار قانون العنف الأسري. بيوم العالمي ماذا عن أوضاع المرأة في لبنان؟ حضرتك رئيسة هيئة تفعيل دور المرأة، أهلا وسهلا فيك بهذا الجزء من حلقة الليلة. أهلا فيك، وأنا بشكرك وبشكر تلفزيون الجديد أنه عم بيواكب موضوع المرأة وأنه عم تعطونا مجال أنه نقول يلي نحن بدنا إياه، وخصوصا أنه الظرف كل ما له عم بيضيق علينا. أنا بحب بلش هون بنداء باسمي وباسم كل مرأة من لبنان لدولة الرئيس نبيه بري، اطلب منه انه يدعي لجلسة بمجلس النواب ببند واحد وحيد هو اقرار قانون العنف الأسري. العنف ضد المرأة ما بقى بجوز يستمر، هيدا القانون صار له 6 سنين، اذا ما كان في نية يعني هن عم بيسلونا، وإذا كان في نية وما قدروا يعملوا شو منسميه؟ منسميه عجز، منسميه عقم، شو منسميه؟ مبارح ومش من زمان كتير أقروا التمديد، ب10 دقايق أقروا التمديد، ما حدا يقلنا شوفوا اللجان وما حدا يقلنا طولوا بالكم حتى نجتمع، عيب وحرام، وما في ولا مبرر بيسمح انه يبقى قانون العنف ضد المرأة بالجوارير، ما في شيء. طيب ليش برأيك شو تفسيرك لبقاء هذا القانون في الجوارير طالما حضرتك ست حياة عم تقولي من لحظة انه ب10 دقايق مددوا لمجلس نواب بأمه وأبوه على 1.5 سنة؟ فشو اللي بيمنع انه 6 سنين هيدا القانون بعده بالجرور؟ نعم، وأحلوه على اللجان النيابية من 2010، يعني 6 سنين مقسومين على مرحلتين عيب ينحكى فيهم. في ممانعة من رجال الدين وفي ممانعة من مدري وين ومدري وين، ألم يكن هناك من ممانعة للتمديد ومع ذلك عملوها؟ قديش بعد لازم يروح ضحايا نساء حتى تقر العدالة بحقهم؟ مبارح المظاهرة كانت مظاهرة أهم مظاهرة نسائية بتمرق بلبنان، شو السبب؟ لأنه الظرف جبر
رح احكي عن هالمزارعة بس يعني نعم. في موانع يعني لها علاقة بمعطيات مذهبية هل في موانع سياسية كمان؟ هلا يما في مراعاة سياسية للاعتبارات سياسية المذهبية والدينية. نعم في مراعاة سياسية. وبعدين الوزير كرامي ما استحى وقال علنا أنا صار علي ضغوط منشان هيك أنا رفضت إقرار قانون العنف ضد المرأة، والمشايخ ضغطوني ومثله ومتايل. مش مقبول نضلنا خاضعين لأمزجة الناس ولا لطلبات أصوات للنواب ونحن يكون دمنا عم ينهدر كل يوم. نحن اللي عم نطلبه هو عدالة بحق المرأة، عدالة بحق الإنسان. ما بيجوز نحن نتصنف من أصل 136 نكون نحن تصنيفنا 133 بمسألة التناقض بين المرأة والرجل، يعني عدم التقارب. عدم معقولة نحن نوصل لل 133؟ كيف بيجوز هيدا؟ ست حياة مبارح يعني كان فيها التحرك على أهميته قياسا بالسنوات الماضية وعلى أهمية الحشد يلي كان وعلى أهمية الكلام يلي نقال وكل هالأمور، بس بالمنطق هيدا الأمر كله وين رح ينصرف على أرض الواقع؟ وبالمقابل هل لأنه 8 أدار نعمل هالهامروجة وكذا وبعدين بننسى الأمور كلها؟ نحن ولا يوم ما نسينا. الظرف عم بيجي عم بيعزز شكوكنا كل يوم بطريقة التعاطي مع الإنسان في لبنان ومع المرأة بشكل خاص. نحن عم بتقول وين بده ينصرف؟ من الضروري جدا إنه ينصرف هلأ بكرة مش بعد بكرة، ولازم ينصرف عند النواب يلي العالم فقدت ثقتها فيهم. نحن رايدين وطالبين إنه يصير بيننا وبين ممثليننا ثقة، ونحن رايدين نقول هالمجلس يلي مدد لنفسه عمل شغلة إيجابية وحدة. أنا ما بعرف كيف بصموا أذانهم، مش عم بيعرفوا قديش الناس عم تبعد عنهم وقديش في انتقادات باتجاههم وقديش ما بقى حدا عنده ثقة ولا فيهم ولا بأدائهم. الحد الأدنى يعملوا شغلة وحدة يبرروا فيها تمديدهم، يبرروا فيها طريقة تعاطيهم، ويرجعوا نوع من التواصل بينهم وبين الناس يلي بتمثلهم. ما في تواصل نحن وياهم. هيدا كلام ثورجي وحلا بحاجة لأستاذ ثورة نسائية. ست حياة، في عنا شهادة من سيدة معنفة، يعني للأسف الخوف مازال موجود، يعني عملنا المستحيل بركة بتكون موجودة معنا بالستوديو أو بتكون بغير استوديو ومنعطيهم ضمانات ويكون في أكثر من سيدة ويكون في تغيير للصوت، يكون في تغيير باللوك وإلى آخره. أبدا كان في خوف من الإطلالة المباشرة طبعا، فعم بيموتوا. نعم، فكان في تسجيل، سجلنا شهادة لسيدة معنفة، رح نستمع لها، رح نشوفها ونرجع منتابع الحديث معك. أنا كنت أتعرض للعنف من قبل جوزي، مثل كتير نساء يعني متعنفين، يعني هن تعنفوا. صار عندي 4 أولاد منه، ويعني العنف تاعه كان كتير، في ضرب كتير، كان في ضرب يعني، وغير الكلام، غير الكلام يعني كتير كمان تعرضت لكلام بذيء. وهيك أنا تعنفت لدرجة يعني عن جد ما بعرف كيف تحملت، يعني بس أتذكر أو شي بقول إنه أنا وين كنت، بأي موقع كنت، وشو اللي كان جابرني إنه أتحمل لهالهيدا، لدرجة هو طلق علي نار يعني قوصني هو، عرفتي كيف؟ كانت أنا حاملة بنت بيبان، بنتي كان بعدها بيبان، يعني لو برصاصة هي إجت على كتفها، يعني لو نزلت هيك كانت إجت براس بنتي. تصوري لأي درجة يعني أنا كنت معرضة أن أكون ضحية من هالضحايا كمان يعني. والحمد لله يعني قدرت يمكن شوية وعيت إنه في شيء، خلص انضغطت فيه وبقى فيني أتحمل وقفت شوية على إجري. وهيدا تحملت كثير يعني، هذا الشيء اللي انا يمكن بحس حالي انه كان غلط بحياتي، انه اعطيت وقت طويل تقريبا بال 15 سنه. وانت عم تتحملي العنف؟ نعم، كان بس هو كان السبب يعني بشكل عام انه اولادي، يعني لانه اذا بدي الجا انا للقضاء او بدي الجا لمحاكم او شيء، انه في عندك الولد ممكن ياخده. الحمد لله يعني
عندي قوة، عندي صار ثقة بنفسي أكثر. ما في شخص إنه شو ما تعملي بده يقوم يهينك أو يضربك أو يعنفك، يعني إنه على طول أنت ما في شيء ولا شيء أنت. الحمد لله وقدرت أوقف على إجري أنا وبناتي. وبتمنى هذا الشيء ما يصير لا معي ولا مع غيري. أكيد يمكن معي بابا حيصير لأنه أنا وقفت لحديت هون، بس بتمنى أنه بابا يتكرر مع حدا. شو بتوجهي رسالة للنساء اللي هني عم يتعرضوا للعنف بس ما عم يقدروا يحكوا أو يقولوا شيء؟ لازم يحكوا، لأنه أنا وصلت لمرحلة كمان ما كنت عم بحكي وحكيت. يعني ما تخلي حالة توصل لأي وحدة، أي وحدة من النساء ما تخلي حالة توصل لمكان إنه تنفجر وتحكي، عرفتك؟ أو تصرخ بصوت عالي وتحكي، تحكي قبل بوقت، تدافع عن حالة. سمعنا ست حياة هذه الشهادة، وهون بدي وجه تحية لجمعية كفا. نعم. لأنه جمعية كفا عم بيهتموا بالنساء المعنفات، وعم بيكونوا يعني عم بيأمنوا لهم مثل ملجأ، يعني عم بيكونوا ملجأ لهؤلاء. نعم. السيدات، وعم بيكونوا دعم لإلهم ولقضيتهم وإلى ما هنالك. على القليلة عم بيسمعوا لهم وعم بيلاقوا هن محل يقدروا يروحوا عليه يتشكوا. لكن وعلى كل حال كنت بتمنى إنه جمعية كفا يكونوا موجودين معنا بالاستوديو. نعم. لو كان الوقت بيسمح لنا إنه تكون حلقة. نعم. كاملة وموسعة، وربما. نعم. لازم نعمل حلقة لازم. كاملة عن هذا الموضوع. لازم. ست حياة، من وحي كلام السيدة يلي سمعناها، في يعني خوف، في قلق على الأولاد. يعني عم بتقلك إنه سكتت لأنه في أولادي بدأ. طب هيدي مشكلة، كيف بدها تتعالج؟ هيدي مشكلة كتير كبيرة. قانون الأحوال الشخصية إذا ما تغير وصار قانون أحوال شخصية مدني، كل الطوائف وكل المذاهب تخضع لفرد قانون أحوال شخصية، لا يمكن أن تنحل المشكلة. لأقلك نحن عندنا 4 قضايا مهمة للمرأة. القضية الأولى هي الكوتا النسائية. لما يصير عندنا عدد وافي بمجلس النواب بيصير هناك من يهتم بقضايا المرأة. بيرجع عندنا قضية إقرار قانون العنف الأسري، بيرجع بده يتبع دغري شيء اسمه قانون الأحوال الشخصية، وبدك المرأة كمان تقدر تعطي جنسيتها. هلأ لما يكونوا هالقد مش عم بيردوا على طلبات المرأة وحقوقها، معناتها هن عم بيشجعوا الرجل على استباحة هذه الحقوق. يعني كلها هي سلسلة مترابطة لا يمكن تفك حلقة عن الثانية. هو كلهم بدهم يتبعوا بعضهم، وإلا رح نضلنا بفرد حالي، رح نضلنا العالم المتخلف. السنة هاي شو كان عنوان السنة بالأمم المتحدة؟ كل سنة بيعملوا عنوان. السنة قال inspiring change، إنه المرأة رح بتكون بوحي المرأة، رح يكون التغيير من وحي المرأة، بتغيير واقع ووضع المرأة. كل يوم نحن منشوف حالنا إنه التشينج تبعنا عم ترجع لورا، وكل ما قلنا ما حدا قايمنا من أرضنا، وكل ما قلنا بيستهينوا فينا وبكل حقوقنا. نعم. ست حياة رح توقف مع فاصل إعلاني، بعد هذا الفاصل أتابع الحديث معك، وأيضا رح أخذ وجيت حتى ضمن إطار حملة قاموا فيها أف شو لذيذ. عملوا حملة تضامنا مع يوم المرأة. نعم. العالمي، وعملوا شريط فيديو رح بينضم لنا ونحكي معه عن هذا الموضوع مباشرة بعد هذا الفاصل. وأعود لمتابعة هذه الحلقة في دقائقها الأخيرة. ست حياة، طبعا حضرتك باقي معنا، بدي رحب بوجيد حتي. مساء الخير وجيد. مساء الخير، يعطيك العافية، كيفك؟ الله يعافيك، كيفك أنت؟ ماشي الحال. حملة Walk a Mile in Her Shoes بدأت بالولايات المتحدة بال 2001، أنتوا السنة نفذتوها بلبنان من خلال مبادرة أف شو لذيذ، ترجمتوها من خلال فيديو. 3 شباب، انت وسماح الحكيم وخيك سمار. ابن عمي سمار الحكيم. ابن عمك. قمتوا بمبادرة تصوير فيلم قصير ولبستوا كعب عالي. نعم. وتجولتوا بمول. بداية يمكن بدها جرأة او شجاعة، بس انا بدي اسألك قبل ما اسألك عن موضوع الجرأة، مش ممكن انها تتاخد كموضوع سخري وما تصيبه مزبوط الهدف اللي لازم تصيبه؟
ممكن تتاخد 100% مثل ما عم تقول موضوع سخرية، بس التعليق بيجي على مستوى الفكرة يلي بيعلق. إذا واحد مطلع وممكن يفهم الهدف أو يحضر الفيديو للآخر مش بس يقرأ العنوان، بيفهم أنه بالآخر في مساج كتير كبير نحن قلناه، أنه نحن منحترم المرأة من راسها إلى كعبها، راسها قبل كعبها، وهذا الكعب شيء صغير بجسد المرأة وقدرنا جربنا نعيشه، ومن وراها نوصل الاحترام والحقوق المتبادلة بين الرجل والمرأة. كي عم نشوف بقسم الثاني من الشاشة هالشريط الفيديو يلي منتشر على اليوتيوب، انت ما رح تشوفه، خليك تطلع فيه. وحيد بدي ارجع وجيد ايه برجع لعندك تسألك تعليقات الناس، يعني وقت كنتوا عم بتصوروا هالفيديو كليب الصغير بالمول، الى اي مدى كان في تعليقات سئيلة؟ خلينا نقول بالمول كان في مفاجأة، كان مفاجأة من العالم على اللي شافوه، وبس كنا عم نفسر، لأن كنا نحن وعم نمشي عم كل شخص عم نلتقى فيه عم نفسر له شو عم نعمل، لأن العالم فكرت أنا عم نصور مسلسل أو دعاية. العالم كلها تجاوبت، العالم دي بالمول. السخرية كانت أكثر على مواقع التواصل الاجتماعي، انقسم الرأي العام بين مؤيد ورافض للفكرة. يعني ما خفتوا من تعليقات هيك ممكن تمس أمور معينة، يعني ممكن ينحكى عن ميولكم أو عن يعني ما كان عندكم خوف أو قلق من هالناحية هيدي؟ اللي مقتنع بقضية ما بيخاف إذا العالم شو بدها تقول عنه. مثل امبارح كان في المظاهره، كانوا الوف النساء او الرجال كمان نزلوا بالمظاهره، مش اذا بدك مش فرقانه معهم شو العالم عم بتقول، ونحن كمان عندنا هالفكره عم نوصلها. هالمبادره تبعنا نحن بنعمل فيديوز وبنحطهم على اليوتيوب، عملنا هيدا الفيديو للمراه مش ابهين اذا بدك بشو راي العالم او شو ممكن يغير من ميولنا او من اهوائنا يعني، وهذا الشيء بعتقد واضح جدا على رجوليه الاشخاص اللي كانوا بالفيديو. نعم. بالنهاية بدي أسألك، متعبة القصة كانت؟ كانت متعبة لأن ما لقينا قياس على قياساتنا، يعني قياس الرجال بتعرف أكبر من قياس إجر النساء. بس كانت متعبة إذا بدك بعدين بعد 48 ساعة من التصوير كان بعدنا عم يجعنا ركبنا وإجرينا، بس بالعكس بعتقد أنه الرسالة وصلت، ومثل ما نحن بنقول أنه هذا التران تبع التغيير ماشي. نعم. تغيير العقيدة والرأس وكيف العالم تفكر رجعياً. نعم. ونحن هذا هدفنا، كل واحد بيعمل شغلته بالمجتمع، نحن بنعمل فيديوز بيوصلوا أفكار. شكرا لك وجيد حتي، شكرا جول. وشكرا مرسي على حضورك معنا الليلة وعلى إطلالتك. مرسي لك. ست حياة، قبل ما أرجع لك خليني أنتقل على جد. منا جاهزة بعد نانسي. طيب ست حياة، نانسي ولا مش نانسي؟ نانسي نانسي من جديد، مساء الخير نانسي. نعم جورج، عم تسمعيني؟ نعم جورج. يبدو أنه طرأ تطور. نعم إيجابي. نعم جورج تفضلي. نعم جورج، في هذا الأثناء أفادت معلومات خاصة لقناة الجديد ومباشرة من الأمن العام أن مندوب الأمن العام والمندوب القطري المتواجدان في منطقة عرسال تسلم الراهبات المختطفات. الآن في هذه الأثناء لقد تسلم مندوب الأمن العام في منطقة عرسال الراهبات المختطفات، ويمكن الحديث الآن أنهن فعلا في طريقهن إلى جديدة يابوس وتحديدا إلى منطقة المصنع، وبعدها سوف يصلن إلى هنا إلى جديدة يابوس. هذه هي المعلومات من مصادر من الأمن العام متابعة لمجريات هذا الملف. نعم جورج. طبعا نانسي سنكون على موعد مع مزيد من التفاصيل خلال نشرة الأخبار بعد قليل. شكرا. نعم شكرا لك يا نانسي. إذن أعود لختام هذه الحلقة معك ست حياة. بختام هذه الحلقة أعود لأقول التحرك الذي حدث بالأمس كيف يمكن تثميره تفعيله وعدم اعتباره وكأنه مناسبة وطويت؟ نحن ما رح نخلي هيدي المناسبة تنطوى أبدا، نحن رح نضلنا عم نسعى وعم نتحرك ورح نضلنا عم نعمل الضغط، ونحن فكرنا انه لما يكون في رجال مسؤولين بيعتبروا انه لازم التاريخ يخلدهم، لازم يعملوا اعمال كبيره هي اللي تنحفر مع اسمهم، مش مجرد التسلط. نحن عايشين بسياسه التسلط بهيدا البلد، وكل يوم عم بيبرهنوا انه هن جماعه متسلطين يخدمون انفسهم ولا يخدمون مصلحه لا البلد ولا الانسان ولا الانسانيه.
هل المرأة عليها مسؤولية وحق كمان؟ يعني طبعا. يعني مش دايما بدنا نحط الحق على طبعا. رجال السلطة وعلى السياسيين طبعا. وعلى الطبقة السياسية أيضا المرأة هل هي عم بتقوم بدورة كما يجب؟ من خلال المواقع اللي هي موجودة فيها؟ كمان نحن ما فينا نعمم. أنا بقول المرأة اللي فاتت على الموقع الوزاري والنيابة قصرت. كل السيدات يلي مرقوا كنساء بالبرلمان وبالوزارة أنا ما شفت مرأة اشتغلت بشكل جدي من أجل أنه تحسن وضع المرأة أو تحط قوانين تصب بمصلحة المرأة. هي أول شيء. تاني شيء، في مرأة معنفة ما بتقدر كتير تطلب منها، وفي مرأة جاهلة ما بتقدر كتير تطلب منها، وفي مرأة فقيرة. منظمة الصحة العالمية طلعت هالمرة بيانها، بيقول تقرير تبعها بيقول انه اكثر النساء تعرضا للعنف هن النساء الفقيرات وفي المجتمعات الفقيرة. نعم. فما فينا كتير نطلب منهم. فيني اطلب من المرأة المتعلمة والمرأة اللي عندها الاستعداد. وفيني اقول للمرأة المدللة يلي قاعدة ببيتها ومنعرف انه قلبها معنا، خليها تدعمنا بشكل عملي. يوما ما رح يطال هالموضوع، مش رح يضل مختصر. نعم. انا بدي اشكرك ست حياة ارسلان على هذه الاطلالة، على امل ان يكون لنا اطلالة اوسع حول هذا الموضوع. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، شكرا لمتابعتكم. دقائق قليلة ونكون مع نشرة الأخبار وكل التفاصيل المتعلقة بعملية إطلاق سراح راهبات معلولة التي وصلت إلى خواتيمها. شكرا وإلى اللقاء الأحد المقبل.